للحديث أكثر عن بيان الميثاق الوطني بشأن انتشار ميليشيا ربع الله في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال. أستاذ مكي مرحبا بك، أصدرتم بيانا أكدتم فيه أن استعراض ميليشيا ربع الله المسلح في بغداد يظهر بشكل واضح حقيقة العملية السياسية في العراق التي أسسها الاحتلال الأمريكي. كيف أظهر ذلك حقيقة العملية السياسية أستاذ مكي نزال؟ مرحبا بكم وبمشاهديكم. الحقيقة أن هذه الحركات يعني تثبت ما رمينا إليه منذ أول الاحتلال كقوى منضوية تحت خيمة الميثاق الوطني العراقي. كنا نقول أن الوضع سيسوء وسيستمر بالسوء وسيكون أسوأ في كل سنة تمر على الاحتلال، والآن يظهر ذلك واضحا وجليا. كنا نقول أن الدولة هي مسمى لشيء غير موجود في العراق، فهي لا دولة، والآن واضح أن هناك عناصر. المصيبة أنهم ينكرون، يقولون لسنا نحن من قام بذلك، وكأن الذي خرج كان فصيلا من الكشافة. هذه المسمات دولة سقطت منذ أبد بعيد، ولكن كانوا يغطون على هذا السقوط، واليوم يكشفونه ويعلنونه على الملأ ويقولون أننا فرع تابع لإيران لا أكثر. ميليشيا تسمى ربع الله تنتشر وتحكم سيطرتها على شوارع العاصمة بغداد، ما هي الرسائل أستاذ مكي يعني المراد إيصالها من خلال هذا التصعيد الميليشياوي وهذا الاستعراض الجديد، لا سيما بعد توعد الكاظمي بقطع أذنيه؟ يعني انظر كيف يستهينون بشخص هم جلبوه إلى السلطة، يعني في تعاون أمريكي إيراني واضح، ويخرجون بسيارات وأسلحة أمريكية وتمويل ورواتب أمريكية، يتحدون أمريكا، وكل شيء يدل على فوضى عارمة مقصودة لدفع العراق أكثر إلى أحضان إيران وقبل ما يسمى بالمفاوضات بين أمريكا وإيران. أنا أراه مشروعا مستمرا منذ 18 عاما، واليوم ينفذونه ويعلنون كما قلت على الملأ أن الدولة العراقية هي مسمى لمخلوق غير موجود وأن هؤلاء هم من يحكمون العراق. على ذكر إيران أستاذ مكي النزال، في بيانكم أيضا ذكرتم أكدتم أن الاستعراض العسكري هو إرهاب يكشف ازدواجية واشنطن في التعامل معه. السؤال أستاذ مكي النزال، ما مصلحة الإدارة الأمريكية من استمرار تجاهل هذه الميليشيات في العراق؟ الإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة يخدمها عنصر الفوضى، وهؤلاء ينفذون الفوضى على أفضل ما تريده الإدارة الأمريكية. هذه الفوضى التي أسماها خلاقة والتي هدمت العراق بجميع أركانه مقصودة ومطلوبة لتمرير مشاريع مستقبلية، هم منذ 18 عاما وهم يستغلونها لاستثمارها في مصالحهم في هذا البلد. وهناك تعاون دولي من جميع الأطراف، وذكرتم في التقرير من يسمون أنفسهم بالمقاومة الزائفة، طبعا هؤلاء هم يخدمون المشروع الأمريكي بصورة واضحة، والإدارة الأمريكية لها مخطط تريد أن تنفذه، وكلما جاءت لتنفذ خطوة خلقت فوضى وحركت هؤلاء وأولئك لكي تمهد الطريق لذلك. طيب أستاذ مكي، حذر بيانكم أيضا حكومة الكاظمي وأجهزتها الأمنية من استغلال استعراض ميليشيا ربع الله ضد أهالي الطارمية والأنبار والموصل وصلاح الدين. كيف يمكن يعني برأيك يعني كيف يمكن للحكومة أن تستغل هذه الحادثة؟
المسمات حكومة تستغل هذه الأحداث لضرب العناصر العراقية التي لم ترضخ بعد للاحتلال، وإن شاء الله لن ترضخ. هم يحاصرون هذه المناطق ويضربونها ويأخذون شبابها وشيبها إلى السجون لكي تركع للمشروع الأمريكي، وكلما ساءت سمعتهم استغلوا ذلك ليقولوا أننا نحارب الإرهاب، فيذهبون إلى الاتجاه الآخر الذي ظل ساكنا منذ مدة يتفرج على ما يجري وليس له ذنب في شيء. هنا هم أما عاجزون، وهذا أيضا وارد لأن الميليشيات أقوى من الدولة، أو متواطئون فيحركونهم لكي يتحركوا في الاتجاه الآخر ويستغلوا الظرف وحنق المواطن ويطفئون ناره باعتقالات في الجانب الآخر من الموضوع. هل هذا طبعا المواطن المسالم البريء من كل ما يحصل؟ هل هذا يعني أستاذ مكي النزال أن هناك يعني ما بين العجز وما بين التواطؤ، يعني ما بين العمليات المشتركة وما بين الميليشيات؟ يعني العمليات المشتركة قالت إنها علمت بالاستعراض من وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا يؤشر ذلك من وجهة نظرك؟ طبعا هي كذبة كبيرة، هم لديهم رقابة واستخبارات و17 أو 20 ربما لهم 20 جهة أمنية، لا يمكن أن يكونوا لا يعلمون ويقول هذا الناطق باسمهم أنهم فوجئوا بهذه الحركة. طيب فوجئتم فماذا فعلتم؟ كيف تحركتم؟ ظلوا ساكنين ويراقبون إلى أن انتهى كل شيء، وأهينوا إهانة لا يمكن أن يتقبلها طفل يعني، وقالوا انتهى الموضوع وسوف نحقق كالعادة ونشكل لجان. أنا أريد أن أشير إلى موضوع، يعني كل هذه السيارات التي خرجت لو جاءت طائرة واحدة لأفنت كل هؤلاء الذين خرجوا مع سياراتهم ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، علما أن أجواءنا تحت السيطرة الأمريكية. فكل هذه الأفلام في رأيي تمهد، وكما رأى البيان، يعني البيان عبر خير تعبير، وأعتقد أنها تمهد لمرحلة أسوأ من تاريخ العراق القادم. من العاصمة الأردنية عمان، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال، شكرا جزيلا لك.